توصلنا بأهمية وضع قوانين صارمة لصناعة هذا المحتوى الرقمي، الإشادة بالآثار السلبية التي قد يثيرها هذا صناعة المحتوى على الشباب الجزائري، لأن عدد متابعين الصفحات ومتابعين المؤثرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي يزداد يوما بعد يوم. لهذا نحن أمام أمر مهم، وهو لابد من الاهتمام بما ينقله هذا الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي. تم التركيز على أنواع المحتويات التي ستقدم، ومنها المحتويات الترفيهية والمحتويات التعليمية والتثقيفية التي يقوم بها العديد من النشطاء الجزائريين، ومنهم من هم متخصصون في مجال الإعلام والاتصال، متخصصون في العلوم الاجتماعية والإنسانية، ومنهم كذلك من هم قادة رأي، ومنهم من نشطاء سياسيين ونشطاء في الميدان الفني، الذين يقدمون مجموعة من المحتويات للشباب الجزائري، والتي تتمحور خاصة في المجال الفني وفي المجال السياحي وفي المجال الإعلامي وحتى في المجال التعليمي الأكاديمي.